هم أصحاب العقيدة الثابتة والعزيمة الراسخة والإيمان المطلق بالنصر، لأننا أصحاب الأرض والحق في آن واحد. هم أبطال مهما تحدثنا عنهم لا نوفيهم حق. هم حماة الديار، حراس سوريا، أبطال الجيش العربي السوري. ليا، عندما نتحدث عن قيم الشهادة في عيد الشهداء لهذه القيمة معنى آخر يتجسد بصمود هؤلاء الأبطال اللي بنفتخر أنه يشاركونا صباحنا لليوم. بهالحلقة معنا البطل العقيد المقاتل المصاب أزدشير عبود. نقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك. نحن سعيدين بوجودك اليوم معنا. أنا بالأكثر، أهلا وسهلا. ميت أهلا وسهلا ويسعد يخليك. صباحك. بالبداية نحن اليوم هيك حابين بوجود حضرتك شوي نحكي عن قيمة البطولة يلي عم يقدموها أبطال الجيش العربي السوري، قيمة الشهادة وقيمة أيضا الإصابة بالحرب. يعني خلينا نحكي شوي عن هالتفاصيل. طبعا قيمة الشهادة ما لها قيمة يعني معينة. أنا كضابط تخرجت من مدرسة القائد خالد حافظ الأسد والدكتور بشار الأسد، وتعلمت شو ما قدمت وشو ما ضحيت للبلد بيكون قليل. يعني الشهادة ما لها قيمة، وهذا بلدي أنا. إذا ما أنا قدمت لبلدي وأعطيت، مين بده يعطي؟ سيادة العقيد، خلينا نرجع معك بالزمن لورا ونحكي عن إصابتك. اليوم سوريا عم تتعرض لحرب على مدار أكثر من 6 سنوات، كثير من رجالنا الأبطال عم يدافعوا عن هالأرض لتبقى طاهرة. اليوم بعيد الشهداء حابين نسلط الضوء على التضحيات اللي عم تقدموها، كثير من جنودنا الأبطال تم إصابتهم. خلينا نحكي عن إصابتك، عن شعورك في ساحة القتال كيف بيكون؟ إصابتي تعرضت لأنا لإصابة. طبعا أول إصابة إلي كانت بحمص بالسلطانية، طبعا إصابتين بحمص مو واحدة، بس أكثر إصابة كانت مؤدي لعجزي هي بالدير، دير الزور. طبعا كان في اشتباك بيني وبين المسلحين دام أكثر من شي ساعة. بهذيك الفترة تعرضت لإصابة طبعا بقنبلة يدوية. طبعا لولا عناصري ما سحبوني بتلك الفترة كنت أنا استشهدت. طبعا بنفس الوقت حاولوا العناصر تبعي أكثر من ربع ساعة أو نص ساعة وإن يسحبوا فيني، لحتى فيني يخلوني من المنطقة وخلوني من المنطقة المسلحة، ولو منهم كنت استشهدت. نعم أكيد، الحمد لله على سلامتك يا رب. وأنت اليوم وجودك بالحياة هو أكبر رسالة، وهو يمكن أكبر دافع أنه نحن كمان نستمر. سيادة العقيد، اليوم الجيش العربي السوري عم يقدم الكثير من التضحيات في ظل الحرب اللي عم تتعرض إلى سوريا. خلينا نوجه يمكن كلمة لرفاق الدرب، نوجه لهم تحية من حضرتك. طبعا انا بوجه تحيه للجيش العربي السوري بشكل عام، والى عناصري بالتحديد بمنطقه دير الزور، قل لهم الله يحميكم الله يحميهم يا رب وينصرهم. طبعا النصر لا محال، يعني النصر محقق لا محال باذن الله، والله يحمي الشباب واتمنى لهم التوفيق ويحمي البلد وقاده البلد. أمين يا رب. سيادة العقيد، خلينا هيك شوي نحكي عن الأبطال بساحات القتال. خلينا نحكي يمكن عن المحبة، خلينا نحكي عن كل واحد بعيد عن عيلته يمكن صار له سنين أو أشهر. كيف المحبة بتكون؟ كيف بتقوي بعض؟ كيف إذا حدا تصاوب بساحة القتال بتكونوا حده، بتساندوه، بتقووه؟ وأي حدا يمكن بيشعر بحنين لعائلته، قديش انتم بتكونوا هيك حد بعض وعم تقووا بعض؟ طبعا نحن كنا عايشين كانه عائله واحده. نعم. طبعا اغلبيه الشباب يعني بيشوفوا بعضهم اكثر من اهاليهم. صح. يعني كنا مثلا نقعد سوا، ناكل سوا، نقاتل سوا. بتحسي انه صار العسكري يعني صار اخوه اكثر من اخوه. يعني بتحسي اي اصابه لعسكري عندنا بتحسي المجموعه كلها زعلت او كلها حزنت عليه. يعني صفينا عائله وحده. هلا قلنا 6 سنوات عم نقاتل، 6 سنوات ما انا الزمن القليل يعني.
ظروف صعبة أيضا يمكن مرقت عليكم، أكيد ولكن أكيد يمكن التشارك بالنصر، التشارك أكيد باللقمة بالأكل، هذا يمكن كمان يعتبر من يعني له ذاكرة راح يضل صحيح أكيد أكيد بكرة، بس يمكن تحقق النصر إن على شاء الله إن بكل شاء الله رقعة بسوريا، راح تضل ذكرى حلوة إن شاء الله محبة انزرعت إن بين شاء الله بعضكم. بإذن الله إن طيب شاء الله. سيادة العقيد، خلينا نحكي عن إصابتك اليوم. هي الإصابة شو بتعني لك لما أنت تصاب في ساحة القتال لتدافع عن تراب هالوطن، تراب هالوطن الغالي اللي عم نحاول اليوم كلياتنا ندافع عنه بمكان عملنا بمكان شغلنا؟ اليوم سوريا عم تتعرض لحرب كبيرة يمكن ما حدا بيحس فيها غير القاعد بقلب البلد. هي صحيح. شعور السوري بأخوه السوري اليوم، قد ما حكينا هي التفاصيل، هي الإصابة يمكن هي وسام شرف لحضرتك على صدرك. أنا إصابتي يعني أنا مثل ما حكيت، شو ما قدمت لبلدي عادي، عندي قليل. أنا تعلمت اللي ما عنده بلد ما عنده كرامة، وأنا ما تعلمت أعيش بدون كرامة. يعني أنا رغم إصابتي وإعاقتي بإذن الله بدي أركب طرف صناعي وبدي أرجع للقتال على كتيبتي وعلى عناصري وعلى ضباطي ومع زملائي إن شاء الله بإذن الله. الله يقوي إن شاء الله يا رب. وأي نسبة شو ما صار فيني عادي لحتى توصل معي المرحلة حتى الشهادة بإذن الله. يعني الكلمات بتعجز قدام عظمة مكانة حضرتك سيادة العقيد. كلمة بتحب توجهها بعيد الشهداء لكل شهداء سوريا الأبرار، لشهدائنا اللي قدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن ليحاربوا الإرهاب بشكل يومي على مدار أكثر من 6 سنوات، ما زال الجيش العربي السوري يقدم التضحيات والانتصارات يوم بعد يوم. طبعا نحن نقول الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، وبوجه تحيه لكل اسره شهيد ولكل من قدم بها البلد، والله يشفي المصابين. وبوجه تحيه لسياده الرئيس للفته الكريمه والحنونه اللي خص فيها الشهداء واسر الشهداء وبالاضافه للمصابين. طبعا انا كمصاب انصبت، طبعا ما حسيت نقصني شيء نهائيا نهائيا. اي علاج اي شيء اي موضوع انا بحاجه لعلاج ما قصروا معي شيء نهائيا، طاقم طبي ولا باي شيء. والله يحمي الجيش وينصر الجيش، والنصر اتي لا محال باذن الله. اكيد وشكرا. أكيد بهي النفسيات الحلوة والقوية ويمكن هالقوة يلي استمديناها اليوم بهي المناسبة من حضرتك، نحن كتير بدنا نتشكرك. ومعافى وسلامة قلبك، وإن شاء الله بترجع على الميادين مثل ما بتحبوا أكثر. شكرا كتير لك سيادة العقيد أزدشير عبود. شكرا شكرا كتير لك. يمكن سيادة العقيد مع هذا العنفوان اللي عندك يا ما في كلمات بتعبر فعلا عن التضحيات اللي عم قدموها، فنحن بنفتخر فيك، بنفتخر بحضرتك مثل ما بنفتخر بجميع الأبطال الموجودين في سوريا. شكرا كثير لك.